هايوي بلانينج، مشاريع الطرق بشكل عام حتى تكون ناجحة وحتى تستجيب للاحتياجات الحقيقية لشبكات الطرق، وتجنبا للتعقيدات وللإشكالات اللي ممكن تحصل مستقبلا من ازدحامات ومشاكل في السلامة المرورية والتلوث وغيره، تجنبا لكل هذا الكم من الإشكالات اللي قد تترتب على طرق تم إنشائها بشكل غير صحيح، أو إنها كانت ناقصة، أو إنه كان في مجال لبعض التحسينات عليها منذ البداية تجنبا لأي إشكالات لاحقا. لذلك في مجال الطرق، مشاريع الطرق دائما تمر بمراحل، وكل ما التزمنا بهذه المراحل كل ما كانت مشاريع الطرق أكثر نجاحا. المرحلة الأولى في مشاريع الطرق بشكل عام هي تبدأ بمرحلة البلانينج، التخطيط، وتليها بعد ذلك اللي هو الديزاين، التصميم، وثم يأتي بعد ذلك بعد أن يكتمل التصميم نأتي إلى التنفيذ على أرض الواقع اللي هو الكونستراكشن، وأخيرا بعد أن يكون الطريق أو شبكة الطرق جاهزة نقوم بالمتابعة المستمرة لهذه الشبكة من خلال الأوبريشن أند مينتنانس، نتأكد أن التشغيل يتم بالطريقة الصحيحة وحسب الأهداف اللي احنا بنحاول نحققها في شبكات الطرق، وكذلك المينتنانس اللي هي الصيانة، نقوم بالأعمال الصيانة الروتينية وأيضا الأساسية اللي ممكن نحتاجها مع الزمن. وكل جزئية من هذه الجزئيات، في عندنا مساقات في تخصص المواصلات في الهندسة المدنية سواء على مستوى البكالوريوس أو على مستوى الماجستير، لكيفية التعامل معها بطريقة علمية وعلى أسس صحيحة. Highway planning concerned with the development of a functional and economical highway network to provide for present and future needs. إذن المجال الاهتمام في تخطيط الطرق هو أنه نقوم بإنشاء الطرق بشكل تحقق الأهداف الوظيفية الفانكشنال، وكذلك أن تكون يتم إنشائها بشكل اقتصادي الإيكونوميكال، ويجب أن تستجيب كذلك، وهذا هو الأهم، يعني التخطيط دائما يكون مراعيا للمستقبل، فيتم الاستجابة للاحتياجات الحالية present and future، فإذا يتم الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية، وهنا حقيقة تكمن نقطة التحدي، وهي كيف نعلم عن المستقبل. يعني نعلم بأن المستقبل أمره بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يعلم ماذا سوف يحصل في المستقبل، لكن هناك سنن معينة، هناك ترندز معينة، اتجاهات نستطيع أن نقرأها من خلال فهمنا لكيف تنمو العناصر المؤثرة في عملية النقل وفي الحركة على الطرق. فإذا استطعنا أن نفهم كيف تنمو أعداد المركبات واحتياجات النقل المستقبلية من خلال استقراء ومحاولة إيجاد معادلات توضح لنا كيف تم التغير في الماضي، وإذا استطعنا أن نفهم آلية النمو خلال الماضي، يعني لو قارنا مثلا في موقع ما الحجوم المرورية قبل 10 سنوات مع الحجوم المرورية في الوقت الحاضر، فهذا بيعطينا معدل نمو، كيف كان النمو خلال ال10 سنوات الماضية. وإذا افترضنا أن نفس النمو سوف يستمر، نستطيع أن نتوقع كم ستكون الحجوم المرورية بعد 10 سنوات من الآن. إذن في الغالب عملية توقع المستقبل تتم بناء على قراءة الحاضر وربطه بالماضي، وفهم كيف يتم النمو خلال الفترة الماضية، ومحاولة عمل مقاربة إنه هل النمو سوف يستمر بنفس المعدل، ولا هناك مؤشرات وعوامل معينة قد تزيد من معدل هذا النمو أو قد تقلل منه. يعني عندنا بالأردن
ممكن للأسف أنه من الدول اللي معدلات النمو الطبيعية في بعض الأحيان لا تنطبق عليها، وخصوصا إذا أخذنا خلال العقود الأخيرة مشاكل اللجوء، لأنه أنت لما تتكلم عن نمو طبيعي تفترض أنه عدد السكان اللي موجود بأنشطته الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في له معدل نمو معين، فتستطيع أنك تتنبأ ماذا سوف يحصل لهذا العدد من السكان وللأعداد المركبات الموجودة ولكمية الأنشطة الموجودة في المستقبل. لكن لا أحد يستطيع أن يتوقع أنه سوف تحصل حروب وكوارث في المنطقة تؤدي إلى لجوء أعداد كبيرة من الأشقاء إلى الأردن، وهذا بالتأكيد سوف يزيد الضغط على شبكات الطرق والمرور، ومن الصعب أن تؤخذ هذه الأمور مسبقا بعين الاعتبار، ولذلك لابد من الاستجابة لها كحالات طارئة وعاجلة. فإذا لما نتكلم عن التخطيط نتكلم عن التخطيط بالظروف الطبيعية، ولا نتكلم عن إمكانية حصول حروب أو حصول كوارث تؤدي إلى لجوء بأعداد كبيرة في المستقبل لا قدر الله. Highway Functional Classification، واحد من الأمور المهمة لفهم شبكات الطرق والتأكد من أنها تقوم بوظيفتها بشكل صحيح، لذلك لابد أن نفهم التصنيف الوظيفي Functional Classification، ما هي وظيفة كل طريق من الطرق موجود عندنا ضمن هذه الشبكة. حسب الأجتو بقسمنا الطرق إلى الأصناف التالية: أولا Land Access Roads، وهو أقل مستوى من الطرق اللي بنعتبرها طرق فرعية، وهدفها هو الوصول والربط المباشر للمرافق الموجودة حول هذا الطريق مع الطريق، من منازل، من متاجر، من مزارع، بكون مدخل كل واحدة منها، مدخل المنزل بكون مباشرة على هذا الطريق. الهدف هو تأمين هذا البيت أو هذا المتجر أو هذه المزرعة مع حركة النقل الموجودة على الشبكة من خلال مدخل ومخرج مباشر على هذا الطريق. Provide access، الوصول to property، إلى الممتلكات، وعادة بيكون الترافيك فوليوم از لو، الحجم المروري بيكون قليل، لأن أعداد المنشآت الموجودة على هذا الطريق مهما كان حجمها تبقى قليلة، وبالتالي أعداد المركبات اللي بحاجة إلى هذا الأكسس أيضا بتكون قليلة، إلا طبعا بحالات خاصة. نتكلم عن باركينج لوت، مبنى ضخم في وسط المدينة مخصص كمواقف للسيارات، أو مول وتحته باركينج، أيضا برضو بهذه الحالة يتوقع أن تكون المركبات اللي تدخل وتخرج إلى الطريق المباشر أمامه بتكون كبيرة. لكن نتكلم بشكل عام في المناطق مثلا بالذات السكنية، تكون الطرق الفرعية عليها كم من بيت معدودين على الأصابع، وكمعدل عدد البيوت لكل كيلومتر بتكون أعداد محدودة، وبالتالي أعداد المركبات اللي تتحرك على هذا الصنف من الطرق اللي هو الطرق اللاند أكسس رودز، أو ما يسمى نسميه أحيانا باللوكال رودز، طرق محلية، بتكون أعداد المركبات قليلة. كولكترز، هذا مستوى أعلى من الطرق، provide access to higher type roads، إذن هو مستوى أعلى من land access roads. These include primary county highways، إذن تشمل الطرق خلينا نقول الأساسية على مستوى المنطقة اللي بتمر فيها هذه الطرق، and secondary urban arterial highways، كذلك الطرق الحضرية اللي بتكون ثانوية، يعني لا تصل لمستوى أنها تكون من النوع الرئيسي أو المستوى الأول، and other collector roads، وهي بتكون عمليا حالة متوسطة ما بين land access اللي هو الصنف الأقل، وما بين الصنف الأعلى اللي هو حنجي له الآن بعد شوي اللي هو الأرتيريالز. فالأرتيريالز هي تمثل المحاور الرئيسية اللي بتكون عابرة للمنطقة على مسافات طويلة نسبيا، يعني ممكن الأرتيريال يخترق المدينة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مثلا، أو من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. هذه الطرق الرئيسية تسمى بالأرتيريالز، وقلنا اللاند أكسس هي اللي بتوفر الربط المباشر
مع المساكن، المتاجر، المزارع إلى آخره. الآن الحالة المتوسطة اللي بتربط الطرق الفرعية هذه مع الطرق الرئيسية اللي هي الأرتيريالز، فهاي الحالة المتوسطة بنسميها بالكوليكترز، لذلك حتى من حيث الطول بتكون متوسطة الطول، ليست قصيرة جدا كما هو الحال في اللاند اكسس روز، وليست طويلة جدا ايضا مثل الارتيريالز اللي بتكون عابرة للمدينة في اغلب الاحيان، او على الاقل اذا مش لكل المدينة بتكون لاحياء معينة من المدينة. فاذا الكوليكترز هي حالة متوسطة ما بين الطرق الرئيسية وما بين الطرق الفرعية، الطرق الرئيسية اللي هي الارتيريالز، والطرق المحلية او الفرعية اللي هي اللاند اكسس روز. نيجي للارتيريالز. الارتيريالز بروفايد برايمريلي فور ريلاتيفلي هاي فوليومز اوف ترافيك، اذا الحجوم المروريه على الارتيريالز بتكون عاليه، وبالتالي هذا ايضا بفسر انه الطرق هذه بتكون عابره للمدينه، وبتكون في الغالب تربط اطراف المدينه مع بعضها البعض، و between population centers، إذن هي تربط ما بين المراكز السكنية أو مراكز التجمع السكني أو الكثافات البشرية. This includes primary state highways كتسميات للطرق، قد تكون طرق أيضا عابرة للولاية على مستوى ما بين المدن إذا كنا نتكلم عن الطرق الخارجية خارج المدن، أو إذا كنا نتكلم داخل المدن major urban arterials اللي هي المحاور الحضرية الرئيسية داخل المدينة، فهذه كلها تسمى بالأرتيريالز. الفري ويز يعتبر يعني بعض المراجع العلمية ومنها الأشتو تعتبره جزء من الأرتيريالز وجزء من المحاور الرئيسية، إلا أنه تم إفراده هون بتصنيف خاص، السبب لأنه في ميزة أنه بيعطينا سرعات عالية، فالفري ويز تتميز عن الطرق الارتيريالز. الارتيريالز هي محاور رئيسيه، والفري واي هو ايضا محور رئيسي، لكن الارتيريالز ليس بالضروره انها تعطينا سرعات عاليه، بينما الفري واي يشترط فيه انه يكون خالي من اي عوائق قد تعيق الحركه المروريه او قد تمنع السرعات العاليه، وبالتالي تكون الحركه المروريه على الفري واي بسرعات عاليه نسبيا، والحجوم المروريه كذلك بتكون عاليه جدا، يعني اعلى من الحجوم اللي عاده نتوقعها على الارتيريالز. كونكت لارج بوبوليشن سنترز، اذا الفري ويز في الغالب تربط ما بين مناطق ذات كثافات بشريه عاليه، وبالتالي هي في الاغلب بتكون خارجيه تربط ما بين المدن وما بين المناطق، يعني هناك نعم فري ويز داخل المدن الكبرى لكنها نادرة وقليلة، ليست بكم الفري ويز الخارجية اللي تربط ما بين المدن وتربط ما بين المناطق. ذكرنا في المحاضرات الماضية كيف أن شبكة الطرق في أمريكا الاعتماد الأساسي فيها على الفري ويز اللي تربط ما بين الشرق والغرب وما بين الشمال والجنوب، يعني كامل أمريكا كدولة مخدومة بشبكة من الفري ويز اللي هي الطرق السريعة اللي تربط أقصى الشرق مع أقصى الغرب وأقصى الشمال مع أقصى الجنوب. Carrying heavy volumes of traffic، إذا تحمل حجوم مرورية عالية، وهي أعلى حجوم مرورية ممكن أن تحملها شبكات الطرق، إذا أعلى حجوم مرورية عادة تكون موجودة على الفري ويز. Long distance أيضا بتكون موجودة لمسافات طويلة، زي ما قلنا أمثلة على ذلك اللي هي العابرة لأمريكا بأكملها لآلاف الكيلومترات. In and around metropolitan areas، إذا قد تكون أيضا أحيانا على أطراف المدينة أثناء مرورها بالمدن تمر ضمن هذه المناطق الحضرية أو على أطرافها. Provide no access to abutting property، لضمان انه الفري واي يبقى حر الحركه بسرعات عاليه بدون اي اعاقه لحركته المروريه، ما بيكونش في ربط مباشر مع المناطق المجاوره. قلنا قبل قليل انه الربط المباشر هو من اختصاص الطرق الفرعيه البسيطه اللي سميناها لاند اكسس او لوكال رودز. إذا ما بصير فري واي وعلى جنبه من اليمين ومن اليسار في عندي بيوت وفي عندي محلات تجارية وفي عندي مزارع وفي عندي حركة مشاة ومواقف سيارات، هذا كله مرفوض تماما على الفري ويز. إذا أنا مضطر لسبب أو لآخر إني أخدم هذه الأكتيفيتيز حول الفري واي، ننشئ
ما يسمى بالسيرفيس رود، طرق الخدمة، واللي هي مفصولة تماما عن الفري واي، وهي التي تقوم بتأمين الربط المباشر بشكل مشابه لللاند اكسس رودز مع هذه المناطق المجاورة. أما لا نقبل أبدا أن يكون في خدمة مباشرة لأي منطقة مجاورة من خلال الفري واي. إذا بدك تطلع من الفري واي لهذه المرافق، يجب أن تغادر الفري واي، تعمل اكزيت بداية، وثم تنتقل إلى شبكة الطرق المجاورة للفري واي، ومنها تصل بشكل غير مباشر إلى تلك المناطق. هنا بيعطينا الـ relationship of functionally classified systems in serving traffic mobility and land access. يعني لو أخذنا معيارين للمقارنة ما بين الطرق، واحد منهم يمثل الموبيليتي واللي هو يقاس بالحركة وبالسرعة وسهولة التنقل من مكان إلى مكان، يعني نقدر نعتبر السرعة هي المعيار الأساسي حقيقة في قياس الموبيليتي. كل ما كانت السرعة أعلى معناته مستوى الموبيليتي بيكون أعلى. لذلك نتوقع إنه الفري ويز تكون على رأس هذه القائمة. يعني إذا أخذنا الموبيليتي ناخذ أعلى نقطة في مستوى الأرتيريالز، بتكون هذه تمثل الفري ويز. بقية الأجزاء ضمن المستطيل الأول نعتبرها ضمن فئة الأرتيريالز، واللي هي بتكون عادة أقل من الفري ويز. ثم بيكون عندي حالة متوسطة في مستوى الموبيليتي اللي هو خلال الكوليكترز، اللي هي قلنا الطرق المتوسطة اللي تربط ما بين اللوكال رودز وما بين الارتيريوز. أقل مستوى من الموبيليتي، حجوم مرورية قليلة وسرعات قليلة، بتكون في اللوكال رودز زي المناطق السكنية، زي ما قلنا الطرق الفرعية اللي تخدم المساكن بتكون السرعات عليها قليلة والحركة بتكون عليها نسبيا قليلة. إذا وجدنا طريق داخل المنطقة السكنية وعليه حركة مرورية عالية وسرعات عالية، هون في خلل في التخطيط لشبكة الطرق في تلك المنطقة. يجب أن لا نسمح بوجود مثل هذا النوع من الطرق. الأصل يكون في طرق أخرى لا تخترق المنطقة السكنية، تكون على أطراف المنطقة السكنية هي اللي تقوم بهذا الدور بنقل حجوم مرورية عالية وسرعات قليلة. أما إن وجد طرق فرعية داخل الأحياء السكنية تنقل أحجام عالية وسرعات أو سرعات عالية، فهذا واضح إنه في خلل في تخطيط شبكة الطرق. نيجي لللاند أكسس، الربط مع المناطق المجاورة، بيكون بحد الأدنى في الأرتيريالز. إذا اعتبرنا أول نقطة من الأعلى تمثل الفري ويز، بيكون almost zero، يعني قريب من الزيرو في حالة الفري ويز. في الأرتيريالز نسمح بكمية قليلة فقط من اللاند أكسس. بيكون بحد الأعلى في الأسفل عند اللوكال رودز، هي واجبها أصلا توفر الأكسس، الربط المباشر مع المناطق المجاورة. وبيكون في حالة متوسطة في حالة الكوليكترز، يعني نسمح بالربط المباشر لكن ليس بمستوى اللوكال رودز، بيكون بمستوى أقل. يعني تقريبا الكوليكترز بتكون 50-50، يعني تقريبا نصف الهدف منه بيكون هو موبيليتي ونصف الهدف بيكون عبارة عن لاند أكسس. بينما في الأرتيريالز هي الغالبية، أهداف الأرتيريال هي الموبيليتي ونسبة قليلة من الربط الممكن ان نوفره من خلاله. اما بالنسبه لللوكال رودز مينلي موجود لللاند اكسس مع قليلا من الموبيليتي. هاي اذا توزيع الموبيليتي واللاند اكسس على مستويات الطرق المختلفه. بنلاحظ عندنا هون مثال مبسط يمثل الهاي واي كلاسيفيكيشن، تصنيفات الطرق. والفكره من هذا السلايد يوضح لنا كيف الانتقال من طرق خارجيه سريعه تؤمن سرعات عاليه، اللي هو سماها بالمين موفمنت على اليسار من على اليمين من الاعلى. فهذا نفترض انه طريق رئيسي، ليكن مثلا يمثل فري واي او يمثل ميجر ارتيريال، طريق بحجوم مروريه عاليه بسرعات عاليه نسبيا. والآن إذا بدي أنتقل من هذا الطريق بالمستوى الأول المستوى العالي منه إلى مثلا بيت على سبيل المثال، الأصل بداية أقوم بمغادرة هذا الطريق الرئيسي. إذا كان فريوي مثلا بعمل خروج من الطريق، بعمل إكزيت من خلال سمينا إياه بالترانزيشن اللي هو المنطقة الانتقالية، واللي احنا عادة في الفريويز بنسميه بالرامب. فباخذ الرامب اللي هو على الإكزيت، بعمل خروج من الطريق الرئيسي إلى شبكة الطرق
الداخلية للمدينة أو القرية أو البلدة أو المنطقة اللي أنا رايح إلها للبيت اللي أنا بدي أوصله. الآن داخل هذه الشبكة للمنطقة، أول شيء ببدأ بما يسمى بديستريبيوشن، واللي هو الطريق اللي بيقوم بعملية التوزيع على شبكة الطرق المحلية بمختلف أصنافها، واللي هو بيكون على شكل أرتيريال. فهذا الديستريبيوشن، يعني إذا افترضنا أنه الطريق اللي كنا عليه أصلا تبع المين موفمنت، إذا افترضنا أنه فري واي، فالآن أنا خرجت إلى أرتيريال. أرتيريال داخل المنطقة اللي أنا رايح لها. من الأرتيريال اللي عمل لي ديستريبيوشن، وزع الحركة على مستوى الشبكة، الآن نأخذ ما يسمى بالكوليكتر أو الكوليكشن. فالكوليكتر رود هذا الآن بده ينزلني من مستوى الأرتيريال إلى مستوى الطرق الفرعية اللي بتأخذني مباشرة إلى المنزل. ثم من الكوليكتر نقوم بأخذ طريق فرعي الآن اللي هو اللاند أكسس رود، أو اللي نسميه باللوكال رود، وثم بعد ذلك أصل إلى مدخل المباشر للمنزل. إذا هذا هو التدرج بشبكة الطرق. لاحظ أنه ما سمحنا لهذا المنزل أن يتواجد مباشرة على الفريوي، يعني وأنا موجود على المين موفمنت على الفريوي بدي أوصل للمنزل، يكون المنزل مبني بجنب الفريوي مباشرة، كل ما في الأمر وقف قدام البيت. هذا مرفوض تماما في التخطيط السليم لشبكات الطرق. أي منشأ بجانب الفريوي حتى أوصل له لابد من أنه أخذ تدرج بشبكة الطرق إلى أن أصل إلى ذلك البيت. يعني حتى لو هذا البيت اللي أمامنا كان موقعه بجانب الفريوي، راح أضطر أني أجيله من خلال طرق خلفية. يعني ببدأ بمغادرة الفريوي، ثم بأخذ الشبكة المحلية اللي بتوصلني لهذا البيت المجاور للفريوي من خلال شبكة طرق خلفية خلف هذا البيت. أما الوصول إليه بشكل مباشر من خلال الفريوي فهذا مرفوض تماما اذا كان هناك تخطيط سليم لشبكه الطرق. بهذا الشكل نضمن انه ما في اي اعاقه للحركه المروريه على الفري واي، ما فيش عندي تواجد مشاه اللي ممكن لا سمح الله يؤدوا الى دهس للمشاه كما هو الحال للاسف عندنا على كثير من الطرق الرئيسيه، ما فيش باركينج ممكن يعيق الحركه ايضا على جوانب الطريق. هذه كلها الانواع من الاكتيفيتيز، حركه مشاه، مواقف سيارات، كله بيكون بعيد عن الفري واي، بيكون ضمن شبكه الطرق المحليه وليس ضمن الطريق الرئيسي نفسه بشكل مباشر. Channelization of trips هون بيعطيني بالحالي A desired lines of travel، وفي الحالي B بيعطيني road network provided. يعني بشكل عام في الكيس A في الأعلى الناس يفضلوا إنه يكون في طريق مباشر يربط ما بين أي تجمعين، عندي مدينة، عندي قرية، عندي بلدة تاون، عندي مزارع فارمز. فبفضل الانسان اللي بده يتنقل انه يكون عنده خط مباشر، طريق مباشر يربط ما بين كل نقطتين. لكن بالنسبه لنا احنا كمهندسين نعلم بانه هذا الكلام مكلف جدا على الدوله ولا يمكن توفيره، ان يكون عندي طريق مباشر يصل ما بين كل قريه ومدينه، او قريه وبلده، او قريه ومزرعه، او مدينه ومزرعه الى اخره. فالحل هو انه يكون عندي شبكه طرق فيها تدرج بحيث تضمن الربط غير المباشر، ولبعضها راح يكون مباشر لكل هذه الأنواع من الحركة المرغوبة. في الأسفل بنشوف هي شبكة الطرق اللي نقبل فيها كمهندسين. بعمل أنا طرق رئيسية تصل ما بين التجمعات الكبرى اللي هي بشكل رئيسي عندي من حجم الدائرة يمثل الحجم المدينة أو حجم التجمع من حيث أعداد السكان والأكتيفيتيز الموجودة فيها. فهذه التجمعات الكبرى الرئيسية أنا بربطها بطريق رئيسي سميناه أرتيريال. فإذا لاحظ في الأسفل في عندي أرتيريال يربط ما بين الثلاث النقاط الرئيسية اللي هي السيتي والسيتي والتاون. من هذا الأرتيريال بطلع أنا كوليكتر يخدم التجمعات الأقل حجما، وبذهب باتجاه أولا الفيليج، وثم بروح إلى نقطة منصفة ما بين الفارمز، وثم بعمل لوكال رود يصل الى الفارم اللي على اليمين والى الفارم اللي على اليسار. فانا بدل ما اخلي ارتيريال يصل الى الفارم اللي حتكون الحجم الحركه المروريه عليه قليله جدا، وهذا يعتبر استثمار يعني في غير مكانه، بيكون عباره عن تضييع لاموال الدوله، فانا لا، انا بعمل طرق فرعيه فقط تصل الى هذه الفارمز، بربط الطرق الفرعيه مع لوكال مع كوليكتر رود،
وبربط الكوليكتر رود مع ارتيريال. فبهذا الشكل بتلاحظ انه في انسجام ما بين مستوى الطريق وما بين كمية الحركة المتوقعة. فكمية الحركة المتوقعة بحدها الأعلى هي ما بين المدن، وبالتالي بيكون عندي ارتيريا اللي يربط ما بين هذه المدن. كمية الحركة مع القرية أقل، وبالتالي بعطيها كوليكتر رود. كمية الحركة مع المزارع الفارمز بتكون برضو أقل بكثير، بهذه الحالة بعطيها لوكال رود يخدمها ويؤمن الحركة لها. لاحظ أنه أنا بقدر أوصل الآن من كل نقطة إلى النقطة الأخرى، لكن ليس بالضرورة أن تكون عملية الوصول بشكل مباشر، قد تتم بشكل مباشر إذا كانت النقاط واقعة على الأرتيريال، وقد تكون بشكل غير مباشر إذا كان بعضها واقع على الأرتيريال وبعضها واقع على الكوليكتر أو على اللوكال رود. برضو هون بيوضح لنا نفس المفهوم لكنه على مستوى منطقة حضرية، فبيعطيني الآن لو أخذنا الخط المتقطع يمثل الأرتيريالز تربط ما بين السيتيز والتاونز والفيليجز. الآن الشبكة اللي تحت هذا المستوى من الأرتيريالز بتلاحظ الخط المتصل يمثل الكوليكتورز، والخط المتصل الأخف منه يمثل اللوكلز. يعني وكأنه بيقول لنا هون تحت شبكة الأرتيريالز واللي بتكون كمية الطرق فيها محدودة تصل فقط بين التجمعات الكبرى، بيكون عندي لاير طبقة من شبكة الطرق تمثل الكوليكتورز وهي بمستوى أكبر كأطوال كيلومترات وكأعداد طرق من الأرتيريالز، لكنها بتكون أيضا أقل من اللوكال روز. الشبكة الأخيرة والمستوى الأخير اللي يصل إلى كل نقطة داخل هذه المنطقة ويخدم كل بيت، كل متجر وكل مزرعة ممكن تكون موجودة بالنسبة لنا، وكل مصنع قد يكون موجود داخل هذه المنطقة، هي شبكة اللوكال رود. إذا أطول المستوى من الطرق موجود عندنا. يعني لو عملنا إحصائية قديش الأطوال الكيلومترية لكل صنف من هذه الأصناف، راح نلاحظ أنه الأطول بالنسبة لنا راح تكون هي اللوكال رود، هي أكبر كم من الطرق موجود عندنا على مستوى المدينة أو على مستوى الدولة، يليها الكوليكترز ويليها بالدرجة الثالثة اللي هي الأرتيريالز. إذا الأرتيريالز الطرق الرئيسية لأنها مكلفة جدا، بنحاول إنه فقط نعملها للضرورة. كذلك بالنسبة لللوكال روز لأنها هي طريق للربط، يجب أن تكون تصل إلى كل أكتيفيتي، إلى كل لاند يوز، إلى كل استخدام أرض، سواء كان سكني، صناعي، تجاري، تعليمي إلى آخره. وفي عندنا الحالة المتوسطة اللي هي الكوليكترز، بتكون كأعداد وكأطوال كيلومترات بتكون أقل من اللوكال رودز، لكنها بالتأكيد بتكون أعلى من الأرتيريز. فهذا هو التخطيط السليم لشبكات الطرق. Schematic illustration of a portion of suburban street network. نفترض أن هذه عبارة عن منطقة داخل المدينة مثلا، وفي هناك يعني المتخصصين في الأربن بلانينج في التخطيط الحضري بيعطوا ما يسمى بالنيبرهود، مجاورة سكنية أو منطقة سكنية متكاملة. فأفضل تخطيط لهذه المنطقة أن تكون محاطة بالأرتيريالز، الطريق المحيط بهذه المنطقة، افترضنا أنه شكلها مربع فقط لأغراض التوضيح، لكن في الواقع ليس بالضرورة أن تكون بهذا الانتظام. فلو افترضنا أنه هذه محاطة بشبكة من الأرتيريالز محيطة بها من كل النواحي، وبالتالي ضمننا بهذه الحالة أنه الأحجام المرورية العالية والسرعات العالية بعيدة عن المساكن وعن أبناء هذه المنطقة حتى ما يتعرضوا للدهس فيما لو تواجدوا على الشوارع، وكذلك تقلل من مستوى الإزعاج ومن مستوى التلوث اللي ممكن تتعرض له المناطق الموجودة في وسط هذه المنطقة. الآن داخل المنطقة بنلاحظ في عندنا مستويين من الطرق، طرق تؤمن الربط المباشر مع المساكن والخدمات، وهذه تسمى باللوكال رودز او اللاند اكسس رودز، وفي طرق بمستوى متوسط ما بين اللوكال وما بين الارتيريال، واللي تربط هذه الطرق اللوكال مع الطرق الارتيريال من خلال شبكه متوسطه تسمى بالكوليكتر ستريت. فالخط المتقطع يمثل كوليكتر ستريت، ولاحظ عددهم محدود ايضا، ووظيفتهم الرئيسيه هو انه يربط الطرق المحلية مع الطرق الخارجية اللي هي الأرتيريال ستريت. كذلك توزع المناطق، نلاحظ أنه في عندنا حكينا عن الكوميرشال أرياز وعن
كذلك البابليك اريا. لاحظوا كوميرشال اريز حرص انه يكونوا موجودين خارج المنطقة وعلى أطرافها وليس بمنتصفها أو بداخلها. لاحظ أنه حطينا إياهم على الأطراف، والهدف أنه الكوميرشال إيرز عادة جاذبة ليس فقط لسكان هذه المنطقة، وإنما قد يأتيها ناس بدهم يشتروا أغراض من مناطق أخرى، من مناطق بعيدة عن هذه المنطقة. يعني على سبيل المثال لو في مخبز انفتح في هذه الكوميرشال إيريا، المنطقة التجارية، وأخذ شهرة وصاروا الناس يجولوا من كل أنحاء المدينة، لو كان هذا المخبز في وسط الحي السكني، المنطقة السكنية، راح يعمل إزعاج وإرباك للحركة المرورية داخل هذا الحي السكني. لكن وجوده على الأطراف تبقى هذه الحركة خارجية، خارج الحي، وتبقى على مستوى الأرتيريالز من الطرق دون أن تؤثر سلبا على الحركة الداخلية بالنسبة لهذا الحي. أما بالنسبة للبابليك أريا واللي هي منطقة خدمات عامة، زي مثلا قد تكون مدارس، قد تكون مركز صحي، وقد يكون فيها مثلا حدائق، فهذه ما يأخذ طابع الخصوصية لهذا الحي فقط. يعني مثلا إذا في مدرسة ابتدائية فقط لأبناء الحي ممكن أحطها في الوسط. لاحظ في عندي منطقة بابليك أريا في الوسط، ممكن يكون عندي مركز صحي خاص بهذا الحي، حديقة صغيرة خاصة بهذا الحي. هذه كلها الخدمات العامة ممكن أجمعها في وسط هذا الحي لخدمة أبناء هذا الحي. أما إذا كانت البابليك أريا تخدم المنطقة ككل وليس فقط هذا الحي، وإنما تخدم أيضا الأحياء المجاورة لإله، في عندي مدرسة ثانوية مثلا تخدم لها 4 5 6 أحياء متجاورة، أو قد يكون عندي حديقة كبيرة نسبيا تخدم كل الأحياء المتجاورة في هذه المنطقة، فأنا حتى ما يصير هؤلاء اللي يأتوا من خارج الحي يدخلوا على وسط الحي، بحط لهم البابليك اريا ايضا على الطرف. شايفينها في الاعلى موجوده ايضا على الطرف بجانب الارتيريا مباشره، فياتي الناس من مختلف المناطق يدخلوا الى هذه البابليك اريا من خلال الارتيريا دون ان يمروا بمنتصف هذا الحي. فاذا الخدمات اللي طابعها خاص في الحي بتكون جوا، الخدمات اللي طابعها شامل لكل المنطقة ليس فقط لهذا الحي تحديدا، فأنا بحطها على الأطراف بحيث أنه أعطي بعض الخصوصية لأبناء هذا الحي، بمعنى أنه السيارات اللي بتدخل داخل الحي هي فقط لأهل هذا الحي، ما يكونش في ناس عابرين فقط بدهم يمروا مرورا من داخل هذا الحي. هاي إذن أفضل طريقة أنا ممكن أجمع فيها ما بين شبكة الطرق من arterials, collectors و local street، وكذلك توزيع الخدمات سواء كان تجارية commercial أو الخدمات العامة ضمن public areas. road inventory اللي هي معلومات أو البيانات الخاصة بشبكة الطرق. لا شك أنه الخطوة الأولى في عمليات التخطيط قبل ما أخطط شبكة الطرق لابد يكون عندي معلومات تفصيلية عن العناصر الرئيسية التي لها علاقة بالطريق، سواء كانت من ضمن مكونات الطريق أو المناطق المجاورة لهذا الطريق. A rural road inventory includes، إذا تشمل هذه البيانات وهذه المعلومات location of boundary lines of all governmental units. كلمة boundaries المقصود فيها اللي هي الحدود الصلاحية، لأنه أحيانا خاصة أن شبكات الطرق كلها تمتلكها الدولة وتوزع صلاحياتها ما بين الجهات الحكومية، ضروري جدا يكون عندي حدود واضحة للطرق التابعة. مثلا عندنا في الأردن الأشغال مسؤولة عن الطرق الخارجية والبلديات مسؤولة عن الطرق الداخلية، فالآن في نقاط اتصال ما بين الطرق التابعة للأشغال والطرق التابعة للبلدية، ضروري نحدد بالضبط وين تنتهي صلاحيات الأشغال وتبدأ صلاحيات البلدية، وين تنتهي صلاحيات البلدية وتبدأ صلاحيات الأشغال، حتى ما يصير في لاحقا خلافات إنه هذا الطريق تابع إلنا، لا تابع إلكم، مسؤوليتنا، لا مسؤوليتكم، إلى آخره. فضروري تكون الصلاحيات، حدود الصلاحيات واضحة بالنسبة لتبعية المسؤولية في هذه الطرق. cultural features adjacent to roadway، إذا كل المرافق الثقافية والمعالم الثقافية الموجودة
حول الطريق لابد يكون عندي معلومات أيضا تفصيلية عنها، لأن الحركة على الطرق مرتبطة بطبيعة المناطق الموجودة حول هذه الطرق. هل هي طبيعتها مناطق تجارية، مناطق صناعية، زراعية، سياحية، دينية إلى آخره؟ فضروري يكون عندي كم كافي من المعلومات عن طبيعة المناطق التي تمر بها الطرق حتى نقدر نتنبأ بكمية الحركة المتوقعة عليها. Description of roadway features، وصف الآن مكونات الطريق من حيث الـ width، عرض الطريق مثلا، الـ right of way اللي هو كم حرم الطريق اللي تمتلكه البلدية أو تمتلكه الأشغال، ومكونات الطريق التفصيلية من حيث عدد المسارب، من حيث في حالة التقاطعات نوع التحكم، هل هو إشارة ضوئية، هل هو دوار، هل هو جسر أو نفق إلى آخره. الـ riding quality and physical condition of the surface road. الرايدنج كواليتي بمعنى، طبعا هذا هو عبارة عن مصطلح عادة مستخدم، معيار علمي لقياس مستوى الرايدنج كواليتي على الطريق من خلال ما يسمى بالبي اس ار، البريزنت سيرفيسيبيليتي ريتنج، ويدرس هذا بالتفصيل في مادة البيفمنت، كيف نقيم اسطح الطرق ونعطيها مستوى من الخدمة على سكيل. في حالة البي اس ار بيكون من 0 الى 5، 5 بمستوى الاعلى و0 بمستوى الادنى. الفيزيكال كونديشن اوف سيرفيس رودواي، كذلك الحالة الإنشائية لهذا الطريق من حيث وجود عيوب، قد تكون هناك تشققات، قد يكون هناك حفر إلى آخره، وهذا يدرس بالتفصيل في مادة المينتنانس، الصيانة، صيانة الطرق اللي تعطى ضمن المساقات الاختيارية بالهندسة المدنية. و bridges of more than 20 feet span، إذا الجسور اللي قد تكون تزيد عن 20 قدم، and great separations، كذلك الجسور اللي تفصل بالمستويات. وراح نيجي لاحقا نميز ما بين معنى جسر او مجرد grade separation اللي هنسميه بالانترتشينج او بالجريد separations without رامس. هذا كله حنفصله لاحقا بشابتر الانترسكشنز. Railway crossings، النقاط اللي بتكون فيها تقاطع مع شبكة السكة الحديد، لأنه بدها معالجة خاصة، كيف نعالج التقاطع ما بين الطريق والسكة الحديد، ما نوع التحكم اللي نحطه، هل نحط إشارة ضوئية، هل نحط gates إلى آخره. Geometric elements for state highways and other important roads، العناصر التصميمية من حيث الـ site distance، مسافة الرؤية، السوبر إليفيشن، الإمالة على المنحنيات، الكليرنس، أيضا المناطق اللي تكون بمثابة احتياط متروكة بدون أي عوائق ما بين الطريق وما بين المناطق المجاورة للطريق إلى آخره. هذه كلها طبعا راح تدرس لاحقا ضمن شابتر خاص بالتصميم الهندسي للطرق. وكذلك في عندنا مساق كامل بعنوان الرود ديزاين راح تاخذوه ايضا لاحقا بعد هذا المساق، وراح يكون بالتفصيل يتحدث عن العناصر التصميميه للطرق. Services provided by highway، بعض الخدمات اللي قد يقدمها الطريق ايضا، مثل وجود الميل بوكسز اللي هي صناديق البريد، رغم انه الان الحاجه لمثل هذا النوع من الخدمات اصبح اقل بكثير من ايام زمان، لانه اصبح هناك بدائل كثيره للتواصل من حيث الايميلز والموبايل فونز والانترنت وغيره. كذلك بالنسبه للفونز، كان سابقا نضع كابينات هاتف على الطرق لاغراض اذا في ايمرجنسي، حد بده يتصل عن حادث، يبلغ عن حادث او غيره، ايضا هذا قلت الحاجه له الان مع وجود الموبايلز. لاند يوز انفورميشن، معلومات عن اللاند يوز. كلمه لاند يوز هذا مصطلح نستخدمه لتعريف نوع المنطقه المحيطه بالطريق، هل هي منطقه تجاريه، صناعيه، زراعيه، تعليميه، سكنيه، فهذا النوع نسميه باللاند يوز. فلما تسمع مصطلح لاند يوز دائما فهذا هو المقصود في بالضبط. بالإضافة للإنفنتوري نحتاج أيضا إلى دراسات، mainly دراسات المرورية traffic studies which provide information on، تعطينا هذه الدراسات معلومات عن characteristics of traffic flow.
فهذه الخصائص الكاركترستكس اوف ترافيك فلو من فوليوم كلاسيفيكيشن سبيد الى اخره، هاي كلها مصطلحات راح نعرفها لاحقا بشابتر خاص عن الترافيك. كذلك الدرايفر كاركترستكس الخصائص السائق من حيث البيرسبشن رياكشن الادراك ورد الفعل، وهذا ايضا راح نعرفه لاحقا. والليفل اوف سيرفيس اند كاباسيتي اوف هاي واي فاسيلتيز، كذلك مستوى الخدمه والسعه لشبكات الطرق ومرافقها، وهذا ايضا راح ندرسه بالتفصيل بالتشابترز اللاحقه. ضمن الدراسات المروريه لترافيك ستاتس في عندنا الترافيك كاونتس اللي هي التعدادات المروريه اللي من خلالها بنقيس الفوليوم الحجم المروري، ومن انواعها اولا الكونتينوس كاونتس. كونتينوس يعني تعداد مستمر على طول، قد يمتد لسنه او لعده سنوات. obtained by installing automatic detector for counting and recording the number of vehicles passing the location each hour or less on a daily basis throughout the year and over a number of years. إذن هو عبارة عن عد المركبات، كم أعداد المركبات اللي بتمر على الطريق، وهذا يتم عادة بشكل آلي من خلال عدادات. العدادات بتأخذ أشكال مختلفة، قد تكون detectors حساسات نضعها تحت الطريق وتقوم بالعد بشكل مستمر، وقد تكون من خلال الرادار توضع على أعمدة بجانب الطريق وتوجه باتجاه الطريق وتقوم بإجراء هذا التعداد. وهناك أيضا تنوع من الأجهزة، في أيضا الكاميرز اللي ممكن تصور الطريق بشكل مستمر وتعطينا أيضا أعداد المركبات اللي بتمر على هذا الطريق. التعداد هذا حتى يكون continuous يستمر على الأقل لسنة واحدة، ولكنه قد يستمر أيضا وهو الغالب لعدد من السنوات حتى يعطينا كيفية التغير اللي بتصير قاعدة بالحجوم المرورية مع الزمن، ونشوف التغير على مستوى الأيام، على مستوى الشهور، على مستوى السنين، على مستوى حتى داخل اليوم الواحد، على مستوى الساعات داخل الأسبوع بنشوف التغير ما بين أيام العمل وأيام الإجازات وإلى آخره. فنستطيع أن نقرأ البروفايل للحجوم المرورية وتغيرها من خلال هذه التعدادات الدائمة. في عندنا أيضا ما يسمى بالseasonal counts، تعدادات موسمية بتكون لفترات محدودة. obtained by installing an automatic detector for counting and recording the number of vehicles passing the location. طبعا لاحظوا التعريف نفسه أن التعداد بيتم بشكل آلي، لكن الاختلاف هو فقط في المدة. for 7 consecutive days، إذا يتم التعداد فقط لمدة 7 أيام. and repeated on a schedule for 4, 6 or 12 times a year. طبعا التعداد المستمر والcontinuous لمدة عام كامل أو لعدد من السنوات مكلف جدا، لأنه أنت مش بس بتحط الجهاز وبتمشي، بدك تعمل له متابعة وصيانة، وفي فريق من العمل بده يظل متابع له، هذا تكلفة على الجهة صاحبة هذا العمل. في هناك بديل حتى نقلل من التكلفة، أنه أنا بدل ما أعد بشكل مستمر أنا ممكن أشوف وين التغيرات بتصير من خلال أني أركز على مواسم معينة وأقارن بينها. فمثلا ممكن نقسم السنة إلى 4 أقسام، نقول عندي المواسم اللي هي الصيف والشتاء والربيع والخريف، وبكل موسم بأخذ لي بمنتصف هذا الموسم أسبوع بعد داخل هذا الموسم ومنقارن الأربع مواسم مع بعضها البعض. فهي عندي 4 accounts بخلال السنة كاملة. أو ممكن نأخذ كل شهرين نشوف التغير، فصار عندي 6 عمليات تعداد، وقد نكون بهمنا تفصيل أكثر على مستوى الشهور، أنه أخذ 12 كاونت، يعني خلال كل شهر بيكون عندي كاونت لمدة 7 أيام، باجي مثلا بمنتصف الشهر، في كل شهر من الشهور الـ 12 بمنتصفه بأخذ أسبوع وبقوم بعملية التعداد لمدة أسبوع، ثم أقارن هذه الـ 12 داتا مع بعضها البعض وبشوف من خلال التغير اللي بصير على مستوى الشهور. إذا الفرق أنه أنا بدل ما أعد بشكل مستمر بختار نقطة مرجعية لكل فترة، سواء كانت كل شهر أو كانت كل موسم إلى آخره، وبقوم بتعداد أسبوع فقط. ليش أسبوع كامل مش أقل مش أكثر؟ لأنه الأسبوع هي عبارة عن سايكل
متكررة غالبا داخل تلك الفترة، بغطي أيام العمل، بغطي أيام نهاية الأسبوع، وبغطي الليل، بغطي النهار، بغطي الساعات المختلفة إلى آخره. وبالتالي ما يتكرر من أسبوع إلى أسبوع الفروقات بتكون بينها بسيطة، يعني في الغالب في تشابه. يعني لو أخذنا شهر جانيوري مثلا وعدينا بالأسبوع الثالث من شهر جانيوري، الفرق بينه وبين الأسبوع الثاني أو الأسبوع الرابع بيكون فرق بسيط جدا، ما لم تكن هناك مرافق لهذا التعداد إجازات. يعني مثلا كانت إجازة ما بين الفصلين إجت بالنصف الثاني من جانيوري أو بالنصف الأول من جانيوري، هون بصير في عندي فروقات بين الأسابيع. لذلك حتى تخطيط الفترات اللي أختارها لتعبر عن الشهور أو عن المواسم بدي أكون حذر من تغيرات رئيسية قد تؤثر على الحركة المرورية، وخصوصا ما يتعلق بالعطل الرسمية، العطل المتعلقة بالتعليم بالمدارس وبالجامعات، لأنه هذه تؤثر كثيرا على الحركة المرورية. احنا من خلال النوعين السابقين من التعدادات، سواء كان continuous او كان seasonal، انا ممكن من خلال نظرتي للبروفايل تبع السنة كاملة اقدر اوجد بروفايل يعطيني معاملات تعديل. يعني اذا بدي الافريج كونديشن على مستوى السنة بطلعها من خلال الديتا اللي عندي، عندي بيانات لمثلا 12 شهر باخذ الافرج لهم، او عندي لسنه كامله اذا كان من النوع الكونتينيوس باخذ الافرج لهم. هذا بيعطيني الافرج انيوال ديلي ترافيك، الحجم المروري كمعدل على مستوى السنه كامله، وبقدر اطلع العلاقه ما بين كل موسم مع المعدل السنوي كوركشن فاكتور اللي قد يكون زياده او قد يكون نقصان. فوجود مثل هذه المعاملات اللي بتعدل الحجم المروري اللي بطلعه باي شهر من السنه او باي موسم من السنه وتطلع لي من خلاله المعدل السنوي، فبقدر بهذه الحالة الآن أروح على مواقع أخرى مشابهة أعد فقط لمدة قصيرة قد تكون يوم أو يومين، وأستخدم هذه المعاملات اللي من خلالها أطلع المعدل السنوي ما يكافئ من المعدل السنوي. الآن التعدادات القصيرة اللي ممكن أعملها فقط من أجل أني أعدلها لتعطيني الحجوم كمعدل سنوي مثلا من خلال معاملات التعديل اللي طلعتها من السيزونال أو من الكونتينيوس counts بنسميها بالcoverage counts، واللي هي to provide volume at sufficient number of locations by installing automatic traffic detectors for a period of 24 or 48 consecutive hours usually once a year. إذا أنا ممكن أروح على موقع معين مجاور أو مشابه لأحد المواقع اللي اشتغلت عليها بالدراسات السابقة ك continuous أو ك seasonal، وبعد عليه فقط لمدة يوم أو يومين، والحجم اللي بطلعه يوم او يومين بقدر اطلع المعدل السنوي له من خلال كوركشن فاكتورز طلعتها من السيزونال ومن الكونتينيوس. نيجي للكلاسيفيكيشن كاونتس ان اديشن تو فوليوم فيكلز شود بي كلاسيفايد تو تايب اند كاونتد اون انتجريتد سكيدجول. ذس انكلودز ويك دايز اند ويك اند كلاسيفيكيشنز 6 a.m. to 10 p.m. بيقول لي هون انه ليس فقط انا بهمني اعداد المركبات وانما ايضا أصنافها، سيارات صغيرة، شاحنات، باصات إلى آخره. وهذا التصنيف عادة بهمنا أيضا نميز ما بين أيام الأسبوع اللي هي الويك دايز أيام العمل، وما بين الويك إند اللي هي أيام نهاية الأسبوع. والتعداد ليس بالضرورة يكون لمدة 24 ساعة، قد يكون فقط خلال الميجر أكتيفيتيز اللي هي من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 10 مساء. Financial Planning Studies لدراسات التخطيط المالي من أهم الأمور اللي بتحدد وين نروح بمشاريع الطرق ومشاريع النقل بشكل عام هي وجود التمويل، ولذلك ضروري جدا دائما يكون عندنا دراسات مالية ونتأكد أنه مخططاتنا وتكاليفها تنسجم مع الأموال المتوفرة، سواء كان ضمن الموازنات الحالية أو ضمن المتوقع مستقبلا. Road use, road life, and sufficiency studies are important in determining the continued fiscal needs, costs, and benefits of improvements. إذا طبيعة استخدام الطريق وعمره التصميمي في أغلب الأحيان نصمم الطرق لمدة 20 سنة. And sufficiency studies أيضا دراسات الكفاية، مدى كفاية هذا الطريق، الطريق المزدحم معناه في مشكلة في الكفاية وأنه بحاجة إلى توسعة أو بحاجة إلى تحسين. فكل هذه المفاهيم they are important in determining the continued
فيسكال نيدز. إذا هذه بنحتاجها لتحديد الاحتياجات المالية والكوست تكاليف والبنفيتس اوف امبروفمنتس، أيضا الفوائد اللي ممكن نجنيها من التحسينات اللي قد تتم على شبكة الطرق. رود يوز ستادي، الآن مصطلحات تستخدم عادة في الفاينانشال بلانينج ستاديز، منها ما يسمى بالرود يوز ستادي ايدنتيفايز ذا اماونت اند كاركترستكس اوف ترافيك يوزنج ذا هاي واي، اذا بتحدد كمية ونوعية ايضا وخصائص المرور اللي بيستخدم هذا الطريق، هل هو طريق مخصص مينلي للسيارات الصغيرة ولا في عليه نسبة كبيرة من الشاحنات، وسائل النقل العام من باصات وغيرها، فنفهم بالضبط طبيعة استخدام هذا الطريق. Road life study determines the estimated average service life for each type of a highway service، اذا عمر هذا الطريق وحتى عمر مكوناته، يعني مثلا في مجال الصيانة بهمني أعرف أنه كل كم سنة بدي أضطر أعمل صيانة رئيسية، يعني في عندنا الصيانة الروتينية اللي هي سنوياً بتنعمل، بعمل إغلاق للتشققات اللي هي الكراكس، ولكن ممكن أضطر أعمل صيانة رئيسية اللي تشمل أوفرلي، أنه نعمل طبقة من الأسفلت كاملة على شكل أوفرلي للطريق، وقد نحتاج في بعض الأجزاء من الطريق إلى ما أكثر من الأوفرلي، أنه نضطر إن نشيل الطبقات تاعت الطريق من بيز كورز وصب بيز ونعملها تريتمنت، وثم بعد ذلك نقوم بوضع طبقة الأسفلت، خاصة إذا كان في عندي مشاكل بالتربة وفي عندنا انهيارات في الأساس تبع هذا الطريق. بهذه الحالة ما بيزبط أني فقط مجرد أكتفي بالأوفرلي، لابد أنه نعالج أسباب الخلل بالأسفل ثم بعد ذلك نقوم بوضع الأسفلت. Sufficiency study evaluates the ability of the roadway to carry its quota of traffic in safe mode. إذن قدرة الطريق، مدى كفاية الطريق في تحمل الحجوم المرورية الموجودة عليه بشكل آمن. Highway needs studies provide a summary of realistic needs. إذن نقدم ملخص للاحتياجات المعقولة بالنسبة للطريق، to inform the public of highway needs، حتى نعلم عامة الناس والجهات المعنية أيضا بالاحتياجات، to aid highway administrators in programming the required projects, resources and funds، حتى تساعد الإداريين المسؤولين في مجال الطرق ببرمجة الاحتياجات من المشاريع وكذلك من الموارد وكذلك من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع. ممكن البعض يقول لك طب ايش علاقة الببليك بهذا الموضوع؟ الببليك بالنسبة لنا شركاء، لأن هم في النهاية هم المستخدمين لشبكة الطرق، وبالتالي ضروري انه تأخذ آراءهم بعين الاعتبار من ضمن public hearings، جلسات اجتماعات مع هؤلاء، بالذات مع القيادات المجتمعية اللي ممكن بالفعل يكون لها وجهات نظر يستمع إلها ضمن خططنا لشبكات الطرق المستقبلية. Fiscal study evaluates the present fiscal policy of the state and recommends to the legislature an adequate and fair future policy based on highway needs. ما زلنا نتكلم عن الجانب المالي والدراسات المالية، واللي هي لابد أنها تقوم بعملية تقييم السياسة الحالية المالية بما يتعلق بالطرق، وتقوم بعمل توصيات للمشرع legislature an adequate and fair future policy based on highway needs، بحيث أنه تكون التوصيات تقدم السياسات مستقبلية كافية وعادلة، خصوصا ما يتعلق بتحديد الاحتياجات المالية بالاعتماد على الاحتياجات الحقيقية لشبكة الطرق. It also investigates the portion of the highway tax burden that will be borne by the land, the user and the non-user. أيضا كونه جزء كبير من التمويل عادة يأتي لشبكات الطرق من أموال الضرائب التي تقوم الدولة بتحصيلها، فلا بد أن يكون في عندنا تفصيل
لتوزيع هذه الأموال على مشاريع الطرق، وخصوصا تحديد من المستفيد من تنفيذ مثل هذه الشبكات من الطرق ومرافقها وتحسيناتها من حيث طبيعة الأرض اللي حيتم عليها تنفيذ هذه المشاريع، من المستخدمين المباشرين اللي هم اليوزرز الدايركت يوزرز، وكذلك النون يوزرز اللي قد يتأثروا إيجابا أو سلبا بتنفيذ هذه المشاريع. يعني مثلا إذا مر الطريق من منطقة سكنية، طريق رئيسي مثلا بقرب منطقة سكنية، هو يفيد الأشخاص المستخدمين لهذا الطريق من المناطق البعيدة اللي تحتاج إلى مثل هذا الطريق، لكن المجاورين للطريق بشكل مباشر قد يؤثر هذا الطريق عليهم بشكل سلبي من حيث الإزعاج، من حيث التلوث، من حيث الحوادث المروريه اللي قد تحصل بقرب مساكنهم. وبالتالي ضروري جدا ان تكون السياسات عادله تراعي متطلبات واحتياجات وحقوق الجميع، سواء كان مستخدمين للطرق او المجاورين لهذه الطرق. Highway programming, priority programming is the rationale selection of proposed construction projects. إذا مهم جدا يكون في عندنا تحديد للأولويات ويتم عمل برمجة زمنية بناء على هذه الأولويات لإنشاء مشاريع الطرق. On the basis of relative agencies, حسب الجهات المسؤولة عن هذه الطرق. The next phase of programming is the scheduling of both time and funds of each functional class. إذا بعد ذلك يتم برمجة التمويل وأيضا وقت التنفيذ لهذه المشاريع. ولاحظ أن التمويل راح يكون له الدور الأكبر في تحديد وقت التنفيذ، لأنه أحيانا إحنا بحاجة لعدد كبير من المشاريع الآن، لكن لا نستطيع إلا أن ننفذ جزء فقط منها حسب التمويل المتاح. هون بيجي دورنا بالبرمجة الزمنية، إنه حسب الأولويات وحسب الحاجة الأكبر وحسب أيضا مستوى الطريق، إنه أنا ممكن أعطي أولوية لطرق بمستوى أرتيريال على طرق بمستوى كوليكتر أو بمستوى لوكال، فكل ما ارتفع مستوى الطريق بيخدم شرائح أكبر من المجتمع، وبالتالي بيكون بهذه الحالة له وزن أكبر بتحديد الأولويات. Take projects in order of priority. إذا نبدأ بتنفيذ هذه المشاريع أو وضع خطط لتنفيذ هذه المشاريع ضمن هذه الأولويات اللي حكينا عنها. Project scheduling and monitoring. Scheduling هنا هي البرمجة الزمنية. Identify and describe all activities that are necessary for developing the project from start to end. إذا نقسم المشروع إلى activities وثم بعد ذلك نبرمج هذه الاكتيفيتيز، المهام ايضا التاسكس اللي بدنا ننفذها في المشروع بتسلسل زمني، بعضها قد تكون بالتوالي، بعضها قد تكون بالتوازي، بحيث ننجز العمل بكفاءة عالية وضمن المدة الزمنية المتوقعة والمخططة. Including the actual work، ننظر إلى العمل الفعلي اللي يتم إنجازه. Time for approvals، أيضا الوقت اللي بتحتاجه حتى تعتمد من الجهة المالكة للمشروع. عندنا في الأردن شبكات الطرق كلها تمتلكها الدولة، فالطرق اللي داخل المدن تتبع البلديات، اللي خارج المدن تتبع الأشغال، فأنا بدي الجهة المالكة للطريق أعطيها وقت لمراجعة السبميشنز من تقارير ومخططات بحيث تقوم بالاعتماد إلها. الريفيوز الوقت المناسب للمراجعة كذلك والاطلاع على تقاريرنا وعلى مخططاتنا، وكذلك الكوردينيشن التنسيق بين كل الأطراف المعنية. يعني بعض الأعمال تتم بحاجة إلى تنسيق مثلا مع جهات الخدمات، إنه قد يكون ضمن المسار تبع الطريق في عندي خطوط كهرباء ومحولات كهرباء مضطر إني أشيلها أو إنه أنقلها، ممكن في عندي خطوط مياه بدي اضطر اعمل تحويل لها، ممكن يكون في عندي خطوط اتصالات بدي انسق مع الجهات المالكه لهذه الخدمات حتى اما انه نزيل او ننقل او نحول هذه الخدمات بما لا يتعارض مع مشروعنا اللي احنا قاعدين نشتغل عليه. Components of the scheduling and monitoring activity list. طبعا ضروري يكون في عندنا اثناء عمليه البرمجه الزمنيه والمراقبه لنظام المراقبه لتنفيذ الاعمال، يكون في عندنا قائمه بالاكتيفيتيز اللي بدنا نقوم بتنفيذها، ستاندرد ورك فلو دياجرام. طبعا هذه كلها الامور تدرس بالتفصيل في مساق الكونستراكشن
مانجمنت اللي حتاخذوه ان شاء الله لاحقا ضمن مساقات الهندسه المدنيه. كذلك لابد يكون في عندنا مخطط واضح للاعمال اللي حتتم، سواء زي ما قلنا بشكل متسلسل متتابع او بشكل متوازي. المهم بهمنا انه من البدايه للنهايه تكون الاعمال واضحه ضمن البرمجه الزمنيه وضمن الريسورسز اللي لازم نوفرها وضمن الفند اللي لازم نؤمنه حتى نستطيع ننفذ مثل هذه الاعمال. ايضا اثناء العمل لابد ان يكون هناك بروجرس ريبورتس وستاتس ريبورتس. في البروجرس ريبورتس بنقوم ب showing amount of accomplished work، كميه العمل اللي يتم انجازه، بينما في الستاتس ريبورت showing relationship of the progress to the schedule، يعني قديش او ما هي العلاقه ما بين ما تم انجازه مع المبرمج زمنيا، بحيث انه نحدد هل احنا ملتزمين بالبرنامج الزمني ولا متقدمين ولا متاخرين. فاذا مهم جدا انه على طول يكون المهندسين المعنيين بموضوع التخطيط ومتابعه التخطيط والمراقبه لتنفيذ المشروع، لابد انه يكون في عندنا دائما تتبع لوين احنا بالنسبه للمبرمج زمنيا في المشروع، واذا كان في عندنا تاخير نحاول انه نسرع بوتيرة العمل حتى إنه ما يكون في عندنا تأخير بشكل إجمالي في نهاية المشروع. وإذا كنا متقدمين فهذا مؤشر إيجابي إنه إحنا ملتزمين بالمخطط وإنه في كفاءة جيدة في العمل ونستمر عليها. Benefits from the well-designed scheduling، ما هي فائدة وجود برمجة مخططة بطريقة جيدة؟ أولاً أشور scheduled dates are met، إذا أهم نقطة اللي هي الالتزام بالمواعيد، ما يكونش في عندنا تأخير، لأنه كما نعلم المقاول اللي بينفذ في المشروع إذا تأخر في غرامات، وأسوأ شيء بالنسبة للمقاول إنه يتعرض للغرامات. لذلك هو يحرص انه يلتزم لانه الغرامات مش بس مجرد قضيه غرامات، لانه ايضا تسيء لسمعته عند الجهه المالكه، وقد يؤثر هذا على دعوته الى مشاريع اخرى في المستقبل، يعني قد يحرم من المشاركه بالمشاريع المستقبليه بسبب التاخير اللي حصل بتنفيذه للمشروع. فمهم جدا انه يكون في التزام بالمواعيد، فاذا متابعه ومراقبه تسلسل الاكتيفيتيز ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني يساعدنا على ذلك. Improve coordination between agencies and within the department. إذا بيسهل عملية التنسيق، إنه أنا عارف شو الأعمال اللي بقوم فيها الآن، عارف شو الأعمال اللي بقوم فيها الأسبوع القادم، عارف شو الأعمال اللي بدي أقوم فيها بعد شهر. يعني مثلا بعرف إنه بعد شهر الشغل بيتم بمنطقة فيها محول كهرباء، إذا بحتاج عملية التنسيق مع شركة الكهرباء حتى إنه يشيلوا هذا المحول مثلا تحتاج إلى أسبوعين، أنا الرقم هيك رأي يعني حكيته، فالأرقام الدقيقة ممكن حصلها من الجهات المعنية، لكن لنفترض إنه التنسيق في إزالة عمود كهرباء تحتاج مثلا إلى أسبوعين. إذا واضح إنه أنا قبل ما أوصل لهذه النقطة زمنيا، نقطة تنفيذ الطريق في تلك المنطقة، قبلها بما لا يقل عن أسبوعين، ممكن أخذ 3 أسابيع من قبيل الاحتياط أو شهر كامل برضه من قبيل المزيد من الاحتياط، وأبدأ عملية التنسيق مع شركة الكهرباء بحيث إنه بيكون المحول شايلينه من الموقع ناقلينه إلى الموقع الآخر المتفق عليه بما لا يتعارض مع مسار الطريق، قبل ما أوصل للنقطة الزمنية اللي أنا بدي أنفذ فيها هذا الجزء من الطريق. أما إذا تركت الأمور بدون تخطيط، بنيجي إحنا بننفذ قاعدين بالطريق، وصلنا للموقع تبع عمود الكهرباء أو تبع محول الكهرباء، حنضطر نوقف العمل، حتوقف الآليات بدون شغل لغاية ما ينشال هذا المحول. ليش؟ لأنه ما كان في تخطيط مسبق جيد، بحيث إنه نظفنا المنطقة من أي عوائق تعيق تنفيذ الطريق من حيث إزالة محولات. أيضا في أمور أخرى أحيانا تؤخر المشاريع لها علاقة بنزع الملكيات، يعني قد يكون في جزء من الطريق ليس ملك الدولة، وإنما بحاجة أن الدولة تقوم بشراء هذا الجزء، تنزع الملكية ضمن القوانين والأنظمة المعمول فيها في الدولة، وعملية نزع الملكية بتحتاج إلى وقت طويل. فإذا ضروري جدا أنا ممكن حتى أكون بدأت في موضوع نزع الملكيات قبل ما يبدأ تنفيذ المشروع، بحيث أضمن أنه وانس المقاول نزل آلياته إلى الموقع تكون already الموضوع نزع الملكيات كله تم التفاهم مع المالكين عليه وتم تحديد التعويضات وإلى آخره. التايم سيفينج أيضا التوفير في الوقت، فمهم جدا أنه ما يكونش في عندنا أي ضياع
للوقت بدون طائل، لأنه أي عائق في المشروع هو عبارة عن توقف للعمل، معناته في ضياع للوقت. Permit timely use of funds أيضاً بخلينا نستخدم الأموال بوقتها الصحيح، ما يصيرش في عندنا تأخير باستلام مخصصاتنا وبتغطية نفقات المشروع. Allow sequencing of projects to better serve the users أيضا بيسهل علينا عملية التتابع والتسلسل بالمشاريع المختلفة. أحيانا قد تكون مشاريع معتمدة على بعضها البعض، يعني على سبيل المثال الآن يجري العمل على مشروعين بالتزامن، في مشروع الباص السريع داخل عمان ومشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء. أي تأخير بأي من المشروعين راح يؤثر سلبا على المشروع الآخر، لأنه في نقاط اتصال ما بين المشروعين. مشروع عمان والزرقاء بيلتقوا في منطقة المحطة، وأيضا بيلتقوا في تقاطع طارق، فضروري جدا يكون المشروعين ماشيين بالتزامن وبتنسيق مستمر حتى ما يؤثر أي واحد من المشروعين سلبا على المشروع الآخر. Improve response to unforeseen conditions, funding cut, design changes, etc. أيضا ممكن أثناء تنفيذ المشروع تظهر إشكالات غير متوقعة، unforeseen conditions، إشكالات غير متوقعة، وبالتالي لما بكون عندي أنا في برمجة واضحة وفي تحديد مدد زمنية لتنفيذ كل جزء من أجزاء العمل، فهذا بيسهل علي التعامل مع الإشكالات والعقبات اللي ممكن تواجهنا. مثال funding cut، صار في قطع أو تخفيض للتمويل تبع المشروع، فأنا بقدر الآن بعرف قديش بيكلف كل جزئية من جزئيات المشروع بناء على كمية الفلوس اللي بدنا نشيلها من المشروع بالاتفاق مع المالك، بحدد شو هي الأعمال اللي أنا ممكن ألغيها. ففي عندي قد يكون أجزاء من المشروع موضوعة على سبيل الإضافات، فأنا ممكن أستغني عن بعض هذه الإضافات من أجل التوفير بالتكاليف وبالنفقات لهذا المشروع. كذلك الديزاين تشينجز، ممكن المالك يطلب تغييرات في التصميم أثناء تنفيذ المشروع، إضافات معينة في أجزاء من المشروع وبالتالي بترتب عليها تكاليف إضافية. هذا أيضا لما يكون كل الأمور عندي واضحة، في عندي تسعير لكل جزء من أجزاء المشروع، اليونت كوست لكل جزئية موجودة، وبالتالي أي زيادة في اليونتس ببساطة بضرب بالتكلفة بتاعت اليونت بالكمية الجديدة اللي بدي أعدلها، بطلع معي قديش الفرق في التكلفة نتيجة هذه الديزاين تشينجز. فأي تغيرات بتحصل أثناء تنفيذ المشروع بالتفاهم ما بين المقاول وما بين المالك، وكذلك بيكون عندنا الاستشاري المشرف على المشروع، الأطراف الثلاث المعنية بشكل رئيسي بهذا المشروع، فأي تغير بالاتفاق بين هاي الأطراف الثلاثة يتم تحديد بالضبط الأثر تبعه على الزمن، زمن تنفيذ المشروع، قد نطلب extension زيادة في المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وأيضا أثره على التكاليف، قد يترتب عليه زيادة في تكاليف تنفيذ المشروع اللي بيسموها عادة بالvariation orders، فيتم عمل variation order لتغطية الاختلافات اللي حصلت بالتصميم للمشروع.